السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مقطع من الكود السمكوري بنتكلم على الموديل كوردينيشن. موديل كوردينيشن ما بيبدأش لما الموديل يخلص، لا ده بيبدأ قبل ما الموديل نبدأ نشتغل فيه. طب ازاي؟ بنبدأ نقعد مع بعض ونتفق كل واحد هيشتغل ازاي، مين اللي هياخد اليمين، مين اللي هياخد فوق، مين اللي هياخد تحت، مين اللي هيشتغل في النص. بنوزع الشغل بتاعنا. على سبيل المثال مثلا عندنا أصعب نقطة بيبقى فيها مشاكل كتير الكوريدور. فالكوريدور بنقول مثلا التكييف هيمشي مثلا في النص يمين، والكهرباء هتبقى شمال، واللي في النص مثلا هيبقى اللايتنج فاير فايتنج. بنبدأ نوزع الحاجات ونتأكد إن إحنا مش هيبقى فيه كرشات. وبنبدأ مثلا نقول في الغرفة دي اللي هيوزع مثلا الحاجات اللي هي خارجة من السيلينج اللي هو الشخص بتاع الأي دي. الراجل بتاع الانتريور ديزاين هو اللي هيبدأ يحط كل حاجة فين، وبعد كده بقية الأقسام تبدأ تاخد الأماكن دي. فده بيسهل علينا الشغل، بيقلل الوقت اللي هنقعده لما نكتشف المشاكل وكده. طيب بعد كده في واحد بيدخل بيتأكد من إن المشاكل في المشاكل دي المفروض تتحل من إيه؟ يعني مثلا واحد كهرباء وميكانيكا المفروض مين اللي يحرك؟ إنشائي مع مثلا انتريور ديزاين في كورس خلط عمود، أنا اللي اتحرك كورس ولا العمود؟ ده على سبيل المثال. تمام؟ في لايتنج مثلا وفاير الارم او فاير فايتنج، فبيبقى في حاجات لها اولويات، دي اللي اتحرك، لا دي، لا دي، وهكذا. هو بقى بيبعت لشخص محدد يقول القسم ده هو اللي غير. تمام؟ وعشان نسهل على نفسنا كل قسم يحل الكلاشات مع نفسه. يعني مثلا تكييف هيبدا يحل الكلاشات مع نفسه، يدينا موديل تكييف ما فيهوش اي كلاشات خالص. وبعد كده بنبدا نشوف كل واحد مثلا بيبقى عارف ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم يتجنبها. يعني طبعا الانشاء هو الاساسي واحنا نحاول نتجنبه. الصرف مثلا ما بيقدرش نلعب فيه عشان الميول وكده، فاه خلاص ده بنثبته قدر الامكان والباقي هيحاول يتفاداه وهكذا. وبعد كده بتاع البيم كوردينيتور الشخص المحترم دوت بيبدا يشوف مين اللي عنده المشكله او مين اللي المفروض يحرك، ويبعت للشخص ده هو او القسم ده هو اللي يحرك. تمام؟ لان لو قلنا في مشكله تمام ممكن الاثنين يروحوا محركين يمين او الاثنين ما حركين شمال، فيبقى متفقين ان المشكله دي مين اللي هيحلها؟ فلان. وهكذا نبدا ننظم الشغل بحيث ان نبدا نشوف الكلاشات كل اسبوع. لو سبتها لاخر المشروع هتلاقي نفسك خلصت بسرعه، خلصت خلال مثلا شهر، بس عندك كلاشات هتقعد 5 6 شهور على ما تحلها وهتغير كل الشغل اللي انت عملته. فلو انت كل اسبوع حليت الكلاشات تبقى 100 100. لو انت بتسمع حاجه جديده وفتحت بصيت على شغل زمايلك وحاولت تتجنب شغلهم تبقى 100 100. ما تبقاش ايه هو حاطط كشافات فانت مختار نفس الاماكن ليه السبنكرات، فهتلاقي كله خبص في بعضه.